اكتشاف للموهبة منذ الصغر. يعني كان عمري تقريبا شي 9 سنوات، بلشت بمدينة أبناء الشهداء بسوريا. بلشت أتلمذ على إيدين أستاذ، كان في عندنا أستاذ عراقي عباس علي، تلمذت على إيديه وحبيت الرسم. يعني هو أول من اكتشفني. يعني كان عندي حب للرسم، حب شديد كثير. وثاني شيء كان اكثر اعمالي كانت وانا صغير كانت تدور حول الحرب. حبيت انه اعمل شيء احنا لانه نفرجي انه الفلسطينيين شو عندهم، يعني شو عندهم طاقات وشو عندهم قدره يعني ومواهب وكذا. فعملت تقريبا معرض، يعني كان عمري تقريبا 18 سنه. فكنت اشتغل اشيل شوي صغيره من معاشي، مثل ما بقولوا من معاشي الشهري، اشتري برواز من هون، نايلون ذهبي من هون، مخمل. صرت شوي شوي اجمع لحتى اشتغل لوحة يعني واحطها على جنب. والحمد لله كانت اعمالي تلاقي كثير اقبال. كنت اشتغل شيء مميز غير يعني غير الناس الباقيه. اشتغل باختصاص انا اللي بحبه، هو الحرق على الخشب ضمن لوحه كامله. هذا الشغل بكل وقت وجهد وزمن طويل، بحب اشتغل فيه وعشان اقدر اظهر نوع المعاناه اللي بيعانيها شعبنا. هيك قلت لهم والله رح اجيب وزير، قالوا لي ما بيجي وزير على المخيم. هيك كان طموحي وزير وكذا. فوالله رحت عند وزير اسمه وزير عمر النساوي، هي اول مرحله حياتي كنت معرض خاص لإلي. فسبحان الله هذا المعرض اللي هيك حسيت فيه انه بدنا نعطي شيء من طاقاتنا، انه الفلسطينيين شو بيشتغلوا. ارتحت له وحسيت ان هن اللي فتحوا لي انه الدعم المضبوط المضبوط صراحه. يعني هاي ما فيها مبالغه، يعني لانه في رب العالمين اكيد هو النادي الثقافي الفلسطيني. وبشتغل بمجال كمان قصه المجسمات. بالنسبة لي الأكلات كان اقتناء شخص معين لعمل من أعمالي، هذا شيء كثير مهم أكثر من هو مسألة مادية. وبعدين توالت المعارض في المخيم من جهات مختلفة هيك إلى أن يعني في الجامعة بالمعهد كنت أشارك بالمعارض برضه منظمة معاهد. بالجامعة أول معرض احتراف كان بال 2002، كنا متخرجين جديد. كنت لأول مرة بشارك مع فنانين الشمال اللي بينظموا المعرض، معرض فنانين الشمال بينظموا مجلس الثقافي لبنان الشمال. كنت أول مرة كبروفيشنال موجود. ومن وقتها وأنا يعني بين طرابلس وأهدن وبيروت وبلجيكا ولييج وألمانيا ب 96، أذكر وقت اغتيال الشهيد يحيى عياش، اجتماع مع المنظمة العربية في شرم الشيخ مع الأمريكان وكان سعودي وغيره. فطلع أول كاريكاتير، رسم كاريكاتير. من وقتها وأنا وظبط على هذا النوع من الفن، وكان عندي تجربة شخصية مش دراسة، لا أدعي إنه احترفت أو شيء ولا درست أساسا، إنما صقلت نفسي بالتجارب الفنانين والمدارس، مثل المدرسة السورية، المدرسة المصرية، المدرسة البلجيكية، ناجي العلي كأسلوب منفرد أساسا معترف فيه عالميا. اشتغلت شوي بالانتيريور ديزاين، بالشغل ما بدناش نقول سينوغرافي يعني كثير صغار على الكلمة نحن، إنما الشغل الميك اب والأزياء والخلفيات والباك جراوندز بالمسرح، مسرح الوطن الفلسطيني. كنت أحد العناصر اللي بلشوا فيه. ولفترة بعتقد يمكن قعدت 5 أو 6 سنين بشكل مستمر اشتغلت بهذا المجال، بتصميم البوستر، بالمنسخات، بالخلفيات على المسرح، تصميم ديكور يعني تبعه، بانتقاء الازياء مع الميك اب. يعني ما في انه مين يرعى اللي عند المواهب. في عندنا على صعيد المخيم مثل الرسام شو اسمه نزار ابو عايد، فنان كبير، هذا بدك مين يقدره.
كيف ناجي العلي على يعني على وضع لبنان، انه ناجي العلي انا بعتبره بلبنان هو اللي ضرب عائد بصراحه. وفي عندنا الفنان كمان سمير ابو شكير والاستاذ برهان من كبار الفنانين.